بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله راح نستكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة، وراح اليوم إن شاء الله نقوم بنظرة أولية واستعراض لمذربورد من MSI وهي Military Class 3. راح إن شاء الله نشوف أبرز ميزات المذربورد هذه. تابعوني بعد الفاصل وإن شاء الله راجعين. زي ما هو ظاهر امامنا انه زي ما قلنا X79A GD568D، والمذر بورد هذه هي الجين 3 او الجيل الثالث من، طبعا شيء الان طبيعي ان تكون محتويه على تقنيه اللي هي او على نوعيه البي سي اي اي 3، وايضا متميزه انها يوجد فيها برنامج كليك بايس، واجهه كاملة تقدر تسوي إعدادات للبايس عن طريق الويندوز. هنا زي ما ظهر أمامنا أن ميليتري كلاس 3، والشيء اللي يميز السلسلة الميليتري كلاس 3 جميع مكوناته عالية الجودة. بالأعلى هنا أنه يقول لك عندك 1 عمل أوفر كلاكينج بثانية واحدة، داعم للإس إل آي، الكروس فاير، ويندوز 7، معالجات الاي 7 اكستريم. من الخلف شوف الابرز الاشياء في المذر بورد هذه. اولا واهم شيء نقرب عليها شوي عشان نشوف تكون هذه واضحه. اوكي، اول حاجه طبعا هنا يقول لك توب كواليتي اند ستابيليتي، اللي هي اداء الان عالي، مستخدمين فيها دكتور ماس 2 او اللي هو الجيل الثاني من دكتور ماس اللي هو، او انه المكونات حقته والاداء حقه راح يكون ابرد. SFC اللي هي سوبر فيرتل تشوك، حاجه اسمه الان يعني خاصه باللي هو الاداء. طبعا كل هذا الان ما تهم، اهم شيء الميزه هذه وهي المهمه. يقول لك هنا 3 ان 1 باكج، حاط لك تقنيه الان فيها اللي نفس اللي دكتور موس، انه لما توصل حراره المذر بورد هذه الى 115 درجه راح يكون فيه مؤشر على المذر بورد، ولما توصل 130 درجه عشان المذر بورد يعني تحمي نفسها من اللي هو التلف راح تعمل اوتوماتيك شت داون او اللي هو اغلاق ذاتي، وهذه ميزه جدا حلوه. ما نطول عليكم، نعمل مباشرة الانبوكسنج. نسوي زوم. اوكي. كويك جايد اللي دليل الان، يعني دليل الان سريع بعدة لغات يعلمك وش اهم شيء في المذر بورد. هنا نعطيك رسم بياني تفصيلي بالكامل للمذر بورد، تعرف اماكن الساكتس فيها. MSI Intel Platforms، دليل حلو جدا لمن يرغب بكسر السرعة، يعطيك معلومات تفصيلية عن كسر السرعة وإلى آخره في المذر بورد هذه. شوف انتهي من الورقيات طاحت حاجة. أوكي، عندنا اللي هو الانستليشن كويك جايد يعلمك كيف الآن تركب الأشياء فيها كالسيدرومز وإلى آخره. حاجة غريبة، حط لك الآن كتيب الميلتري كلاس 2 مع أن المذر بورد ميلتري كلاس 3، يمكن هذه خطأ من MSI، لأنه كان فيه الآن أصلا الإصدار قبله كان ميلتري كلاس 2، فيمكن خطأ أو يمكن اللي هي الفيتشرز متقاربة. الجايد الخاص ب اللي هي الميلتري كلاس 3 كيف الآن تركبها، ويتكلم على أبرز الأشياء اللي موجودة في هذه المذر بورد. أخيرا من الورقيات شهادة جودة
أرجو أن تكون واضحة شوي. أوكي، شهادة جودة هنا أنه المذر بورد هذه كويسة جدا، ممتازة، رائعة. هذا بالنسبة لسيدي التعريف، دائما ننصح أنك تنزل أحدث التعريف. وطبعا معلومة، إذا ما كنت محتاج أنك تسوي أبديت للبايس لا تسويه. هذا اللي هو الكويك اللي هو كونكت، إذا ما كنت غلطان. لو زوم من شوي، يعني يمكن الآن الاستغناء عنه. كيبل SLI يعني طويل، وكل ما صار أطول أصبح أسهل في تركيب أكثر من الأنكرت. الريل IO شيلد. أوكي، عندك الآن بليت أو اللي هي لوحة USB 3 هنا، كابل والكثير من الكابل. شوف هذا طبعا كابل ما ظن أحد يستفيد منه، ولكن محطوط إضافي، فتحتين إيسيتات مع اللي هي الكابل الخاصة فيه عشان تقدر توصل إذا كان عندك هارد ديسكات إيسيتا. واحد اثنين هي اسمها ثلاثة أكياس، يعني ستة كيابل للساتا 3. نجي إلى المذربورد نفسه، تغليف جميل. أرجو أنكم ما تنسون تفرغون الكهرباء الساكنة عشان ما يجي شيء المذربورد هذه. هذه المذربورد افتحها على عجالة. شوف شوي زومين، نبدأ فيها من اللي هو الأعلى وننزل. اوكي، فزي الان ما ظاهر امامنا من اللي هي الناحيه هذه، حاطين لك الستيكر عشان يبين لك ان ميليتري كلاس 3. هنا اللي هو المبرد حق المذر بورد عليه شعار الميليتري كلاس. حلو، مقبس السي بي يو وهو 2011، طبعا يركب على معالجات الاكستريم من الاي 7 حتى معالجات اللي هي الاي 7 اللي 3960. عندك الان فتحات اللي هي الرام اللي موجوده عندك هنا، عددها 2 4 6 و8، يعني تقدر الان تركب الى غايه 64 جيجا بايت اذا كنت راح تركب 8 جيجا. من الاسفل هنا حاط لك الان كفر، انه كلها الان بي سي اي جين 3. فعندك فمعطيك 1 2 3 4 و5، خمسة فتحات PCIe، طبعاً اللي هي الفتحة الأولى والثالثة والخامسة كلها تعمل بسرعة 16X، اثنين هذولي يعملوا بسرعة 8X، أو عندك فتحة واحد PCIe تعمل بسرعة 1X. نبدأ من اللي هي الناحية هذه، طبعاً هذا مدخل للـ USB. طبعا هذا يكون خاص باللي هو الشحن، تقدر تشحن الايفون او الايباد. ايضا هذا مدخل اخر لليو اس بي، وهذا مدخل اليو اس بي 3 اللي هي فرونت هيدرز. وعندك في ميزه اللي هي الفويس اوفر كلوك او البيس اوفر، ما ادري والله. المهم ان هذه طبعا تكون اختياريه. زر اللي هو الاوفر كلوك جيني، يعني تقدر ان تعمل اوفر كلوك بضغط زر اون واوف، وزر موجب وسالب تقدر تنزل او انك الان ترقي اللي هو التردد. يو اس بي 3 ومدخل اللي هو كهرب اسمه مولكس، عشان اذا كنت راح تركب اكثر من الان اللي هو كرت. وبالطبع تقدر فقط الان تركب ثلاثة الكروت نظام SLI او اللي هو عفوا اللي هو كروس فاير ايضا. ومدخل اللي هو الاوديو من الناحية هذه. عندك الآن مؤشر هنا إذا كان عندك أي رسالات خطأ. من الأمام نشوف عندك 2 و4 مداخل للسيتا 3 بسرعة 6 جيجا بايت، وأربعة آخرين للسيتا 3. طبعا هذا الآن سيتا 2 أربعة مداخل، وسيتا 3 أربعة. الـ 24 بن اللي هو باور. في هنا حاجة صغيرة هنا ما كانت واضحة، سوي زوم.
انه عندك اللي هو البايس تو فيزز، يعني الان تقدر تسوي اعدادات على اللي هو البايس الاول وتحول الى اللي هو البايس الثاني، وطبعا انه هذا احتياطا في حال انه صار عندك مشكله في البايس الاول تقدر انك تسوي باك اب له من البايس الثاني. وطبعا عندنا بالنسبه لمداخل المراوح نشوف من هنا واحد اثنين واحد، وعندنا ايضا نشوف واضح، وهنا عندك اللي هو اثنين، وهذا مدخل اللي هو الباور. على عجالة من اللي هو الخلف نشوف عندك هنا طبعا ال PS2، عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية مداخل لليو اس بي 2، مدخلين لليو اس بي 3، الار جي 45 اللي هو كيبل الشبكة، النظام الصوتي 7.1، ومخرج اللي هو الصوت ال اس بي دي اف واللي هو سكريل. وعندك زر هنا ارجو يكون واضح، زر اللي هو الكومس او اللي هو السي موس ريسيت، تقدر تسوي يعني ريسيت او اعاده تايه للي هو الكامس. كانت هذه النظره اللي هي الاوليه والانبوكسنج للمذر بورد هذا المقدمه من شركه ام اس اي. كان معكم اخوكم مندر، ان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه. السلام عليكم.